أيها الإخوة، إن أيام شهر رمضان تمر سريعة، وإني لأذكر نفسي وإخواني بحالنا في العام الماضي مع شهر رمضان المبارك، عندما أعلن عن رحيله ففوجئنا بذلك، منا من بكى، ومنا من تألم، ومنا من ندم، ومنا من عاهد الله لئن أدرك رمضان القادم ليفعلن وليفعلن. قد أنعم الله علينا وتفضل علينا واختصنا من بين عباده، فجعلنا ممن يدركون شهر رمضان. كم من شخص أيها الإخوة كان يحب أن يدرك شهر رمضان، فسبقته المنية وخرجت روحه قبل أن يدرك رمضان. والله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا وتكرم علينا فأدركنا شهر رمضان، وإنا ورب الكعبة لا ندري أنختم شهر رمضان أم يختم لنا قبل أن نختم شهر رمضان. إنا ورب الكعبة لا ندري إن أدركنا رمضان حتى ختمناه، هل ندرك رمضان مرة أخرى؟ فليجعل كل واحد منا أيها الأحبة هذا الشهر كأنه آخر شهر في حياته، والعبرة بالخواتيم، فليجتهد في إحسانه.